برسائل الغضب والتنديد تصدح حناجر المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية من محيط السفارة الإسرائيلية بعمان للتعبير عن الرفض والغضب لكل الجرائم التي يرتكب الاحتلال بحق المدنيين وإحياء لذكرى 7 أكتوبر. الرسائل من هذا المكان تؤكد على التضامن وتبعث برسائل الصمود لكل الفلسطينيين في قطاع غزة. الجميع هنا يطالب بضرورة وقف التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي وأيضا إغلاق سفارة الاحتلال، ولا سيما المطلب الرئيس في هذه الوقفة الاحتجاجية هو إنهاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. الجميع هنا يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف على مسؤولياته لكبح جماح عدوانية الاحتلال المستمر، وأيضا تحيي المقاومة الفلسطينية على صمودها المستمر بوجه هذا الاحتلال. والجميع هنا يقول بأن السلاح الوحيد لردع هذا الاحتلال هو سلاح المقاومة. هذه المسيرة وهذه الوقفة الاحتجاجية تؤكد في كل مرة بمطالبها الرئيسية وبشعاراتها الرئيسية وبكل تحركاتها على ضرورة وقف هذا العدوان، التعبير بأشد العبارات وعبارات الرفض التي تؤكد عدوانية هذا الاحتلال وضرورة محاسبة رموز الاحتلال على كل الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين واللبنانيين. وفي كل الاتجاهات يعبر الشارع الأردني من خلال مشاركة فعاليات شعبية وتيارات حزبية في هذه الوقفات الاحتجاجية عن رفضه الكامل وضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي. السلام والاحتلال نقيضان لا يلتقيان، هذا هو ما يعبر عنه الشارع الأردني، وهذا ما يتوازى أيضا مع الموقف الرسمي الأردني الذي يطالب بضرورة إنهاء هذا الاحتلال ووقف العدوان وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الأزمات. غيث الرقاد، الغد.